مساء الخير شباب، بهذا الفيديو رح نتعرف على طريقة تحديث البيوس الخاصة بلابتوب الجيجا بايت اللي بين ايدينا. رقم موديل هاللابتوب هو الجي 5 الام اف الاي 2 يو اس 313 اس اتش، وطبعا هي الطريقة يا شباب بتصلح لجميع لابتوبات الجيجا بايت. بالبداية اصدقائي، لتحديث البيوس الخاصة باللابتوب اللي بين ايدينا بنتقل لمحرك البحث جوجل، وبكتب بقلب محرك البحث رقم الموديل الخاص باللابتوب يلي عندي، بتأكد من رقم الموديل 100%، وأكيد رح اختار أول نتيجة بحث اللي هي من شركة جيجا بايت. بيعطيني هالصفحة هي، بنتقل لعند سبورت الدعم. بعد ما انتقلت لعند سبورت عطاني عدة سيريات من اللابتوبات. أنا السيري الخاص باللابتوب اللي عم بشتغل عليه اللي هو جي 5 ام اف، رح ادخل عليها، وبهذا المكان بنتقل لعند داونلودز. رح يعطيني جميع التعريفات الخاصة باللابتوب اللي عندي، الاوديو، اللان، الشيبسيت وما الى هنالك. انا بدي انتقل لعند البيوس. مباشرة عطاني عدة تحذيرات، من بيناتها انه تأكد انه رقم موديل البيوس هو نفسه اللي عندك، من بيناتها انه تأكد انه الادابتر او الكهرباء متصلة بشكل مباشر بهذا اللابتوب. بعد ما قريت هذا التحذير بطلع لفوق شوي، بلاحظ انه اخر بيوس هي الاف بي 10، كذلك الامر في عندي اف بي 10 وحده حجمها 1.37 ميجا وحده حجمها 23.33 ميجا، والتنتين بنفس التاريخ، وراح اسحب التنتين. بضغط داونلود من هذا المكان لاول تحديث، وبضغط داونلود من هذا المكان لثاني تحديث. طبعا برجع بذكر انه التنتين بنفس التاريخ، ولكن واحدة حجمها كبير وواحدة حجمها صغير. هلأ رح نتعرف شو الفرق بيناتهم. نزلت التحديثات عندي على سطح المكتب بمجلد اسمه بيوس. داخل هذا المجلد بيجوا على شكل مضغوط، فك الضغط عنهم لمجلدات عادية مثل ما انا شايفين. التحديث الأول اللي حجمه صغير مثل ما انا شايفين فرد 2.50، يعني 2 ميجا تقريبا. بدخل عليه، منلاحظ انه في عندي ملف بي دي اف، بضغط عليه، رح يعطيني تعليمات بشكل عام عن طريقة تحديث البيوس. طبعا مثل ما انا شايفين هون في عندي هي العبارة بالذات اللي بتضغط عليها، تمام، تضغط اوكي، اوكي بيعطيني بعض التحذيرات، ومن ثم بيبدأ بعملية التحديث. طيب رح نفوت على نفس المجلد ونضغط على نفس الاداة اللي عم يذكرها. هي هي الاداة، رح نضغط عليها ضغطتين. عم يقول لي هل تريد التشغيل بوضع المسؤول؟ اكيد نعم. عم يقول لي قبل التحديث لازم تسكر جميع المستعرضات او اي مجلدات مفتوحة عندك. طيب رح نسكر كل شيء، نضغط على موافق، اوكي. عم يعطيني الحجم الخاص فيها، بقول له اوكي. من هذا المكان عم يقول لي اختار مكان الروم الخاصة بالبيوس. طبعا رح نفوت على المجلد نفسه، ومنلاحظ انه هي موجودة بهذا المكان، بضغط عليها وبقول له اوبن. ومنلاحظ هون انه ذكر لي انه الفيرجن الجديدة هي 1.07.10، الفيرجن القديمة الاولد روم، انتبهوا لهي النقطة شباب، 1.0709، تمام. اذا هي 10 هي 9، تمام. وهلأ منقول له فلاش، بيعطيني رسالة update successful، تمام. اضغط اوكي لانه الجهاز رح يعمل اعادة تشغيل او ايقاف تشغيل، تمام. وكذلك الامر عم يذكرني انه رجع وضع او تأكد من وجود الاي سي او ادابتر الشحن. رح اضغط اوكي، وهلأ رح يطفي الجهاز. وبعد ما طفى الجهاز بشكل كامل، هلأ برجع بضغط على ضغطة الباور لحتى يشعل. وهلأ شباب رح نرجع لمجلد البيوس ونحدث البيوس الكاملة اللي هلأ حدثناه، هو الروم تبع البيوس. هلأ رح نحدث البيوس الكاملة من هذا المكان اللي حجمه كبير تقريبا 70 ميجا. منلاحظ انه في عندي بي دي اف، كذلك الامر بتطلع عليه، نفس التعليمات السابقة عم يقول لي وضع الشحن وطريقة التفعيل او طريقة التحديث رح تكون بالشكل التالي، فقط صفحة واحدة. حسب تعليمات ملف البي دي اف بضغط على فلاش ام اي وين اكس 64، ضغطتين، التشغيل كمسؤول، بقول له نعم موافق. وبعد ما انتهى من فحص شامل للجهاز بشكل سريع بهذا المكان، حتى لاحظت انه فحص الرامات، عطاني هي الرساله. طبعا الرساله فيها عده تحذيرات، انه لا تطفي الجهاز، خلي الكهرباء موصوله بالجهاز، لا تعبث باي شيء بالجهاز اثناء التحديث. ومنلاحظ انه خلف هي الشاشة في عندي رقم الفيرجن الخاص بالبيوس القديم اللي هو الاف بي 09، والفيرجن الحديث اللي هو الاف بي 10، تمام يا شباب. اذا البيوس رح تتحدث من اف بي 09 ل اف بي 10.
بضغط على موافق، منلاحظ انه عطاني هي الشاشة وهلأ بلش بعمليات الابديت. نرجع منأكد يا شباب، تحذير لا تنزع الشاحن او لا تزيل الشاحن من الجهاز، تمام يا شباب؟ الكهرباء لازم تكون مستقرة عندك. بعد ما انتهى بيقوم بإيقاف تشغيل الجهاز كليا. هلأ بقوم بالضغط على زر الباور بهذا المكان وبشغل الجهاز. وطبعا هيك يا شباب انتهى من تحديث البيوس. وفي ملاحظة مهمة جدا حبيت خبركن عنها، انه الجهاز بالبداية بيطول ليأقلع كتير. لا تخاف، ما عندك اي مشكلة، رح يكون في شاشة سوداء، في شعار جيجا بايت رح يظهر بشكل بطيء، بعدين بيعيد تشغيل، بعدين بيرجع بيشتغل، امر طبيعي جدا. لا تساوي شيء طول ما انه هو ما عم بيطلب منك، تمام؟ يعني اذا ما قالك اضغط على زر كذا لا تضغط، تمام؟ ملاحظة مهمة جدا، وهيك بتكون تحدثت البيوس الخاصة بهذا الجهاز. شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.